توفقوا ان شاء الله فيها وخلاص، مي يديروا حاجه مليحه برك، حاجه مليحه، اما تزيد حاجه التطور واحد يزيد يشوف واش كاين جديد، واش ولا تجيبوا الاخبار مليح. والله يوفقهم ان شاء الله، نطلب لكم النجاح ان شاء الله. ان شاء الله تكون مبادره مليحه وان شاء الله نشجعوكم، وحاجه اللي تكون مليحه للبلاد لصالح البلاد حاجه مليحه، هذا واش نحنا نسحقوا. كان هكذا في الجزائر يتوب يشوفوا بور فوار لو ترافاي تاعهم ايتو، تسمى الانتاج تاعهم والخدمه تاعهم ايتو، وربي يوفقكم وربي يعاونكم خويا بالبركه. ان شاء الله ان شاء الله تكون قناه اخباريه ان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله، وتكون في المستوى، وباذن الله حتكون، انا متاكد انها راح تكون كما اليوميه، يعني عندها شهره كبيره وتفيد الناس بالاخبار يعني باللازمه ان شاء الله، ونتمنوكم كل النجاح ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا تكون القناه هذه تكون قناه صريحه يعني انديبوندونت كما قلت، محايده اسمها ما تكونش، ونتمنوكم النجاح باذن الله. وهذا راني نقولها لكم كاخ لكم، انا كجزائري وكمواطن وكمسلم، وان شاء الله نتمنوكم النجاح والتوفيق كما كنتوا ناجحين في اليوميه تاع النهار. وانا من احد الناس اللي يقراوا بزاف لجريده النهار، والبركه عليكم ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم النجاح للقناه تاع النهار ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقكم في القناه تاعكم هذه. قلت لك مبروك عليكم وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون تهدر الحق. يعني انسان تكون عنده المعلومه يتوسع مجال المعلومه تاعه، وتكون عنده يعني معلومات جدد، خاصه اذا كانت باللغه العربيه، إذا كانت يعني سهلت الالتقاط يعني من طرف القناة تنين الصوت، لأن معظم الجزائريين عندهم قمر يلتقطوا القمر الصناعي عن طريق تنين الصوت، لأن كما قلوا مرحبا بكم في مجال يعني القمر الصناعي تنين الصوت، وإن شاء الله تكون حاجة جديدة للشعب الجزائري. ولاشين وهاب هذه نتمنوا لها التوفيق والنجاح وتكون انترناسيونال، الناس قاعد تسمع بها. خش نقول لك هذه القناه تاع النهار والاخرى حاجه مليحه، وان شاء الله تعطي الانفتاح كما يقولوا كاع، وبعد كل واحد واش يحب يسمع ويشوف، وهذه كاع في الدول الاخرى كاع عندهم قناه كما يقولوا مستقله. انتهى اول عرض اخباري لقناه النهار تي في، اول فضائيه اخباريه جزائريه. الى اللقاء. الى اللقاء.